حبيب ولا دب ولا مال ولا ليلة كان قريب. يا عيني يا ليل ده اللي قلت علي حبيب ولا دب ولا مال ولا ليلة كان قريب. وتملي ناسيني وشوقي يزيد وأقوله يجيني يروح لبعيد. وتملي ناسيني وشوقي يزيد وأقوله يجيني يروح لبعيد. بقى يعني عشان حبيته يا ليلي جرالي ما جرالي حيرني هواك وتعبني معاه وتاري قلبه خالي. بقى يعني عشان حبيته يا ليلي جرالي ما جرالي حيرني هواك وتعبني معاه وتاري قلبه خالي. يا عيني يا عيني ده اللي قلت علي حبيب ولا دب ولا مال ولا ليلة كان قريب. روح وقول له حالي ايه قول له لي قلبه قاسي ليه هون الشوق عالي. وروح يا ليل للي ناسي روح وقول له حالي ايه قول له لي قلبه قاسي ليه هون الشوق عالي. ايام ترميني وسنين تروح وخياله في عيني مش راضي يروح. ايام ترميني وسنين بتروح وخياله في عيني مش راضي يروح. بقى يعني عشان حبيته يا ليلي جرالي ما جرالي حيرني وتاني قلبه خالي. يا عيني يا ليل ده اللي قلت علي حبيب ولا دب ولا مال ولا ليلة كان قريب. ما شاء الله رائعين هالفرقه العظيمه ويعطيك الف عافيه ماسترو. نحكي شوي اكثر عن غناء السولو. يعني هاي المهمه احيانا بتولاها يعني مغني او مغنيه من الشباب والصبايا، بس هذا احيانا بجوز بيخلق غيره ما بين الزملاء. يعني بتخيل انه بيكون كل حدا حابب انه يبرز موهبته ويكون حاضر على المسرح بشكل السولو. كيف بتنسق هذا الموضوع ما بين المغنيين والمطربين؟ طبعا الفريق كله اصوات جميله واصوات قويه، وعلى اساسها الفريق اتبنى يعني. بس انا بيهمني في المقام الاول هو الغناء الجماعي اللي هو بيبرز فكره الاكابيلا في حد ذاتها. بس في نفس الوقت انا ببقى حابب طبعا ان الاصوات دي تاخد فرصة الغنى السولو، خصوصا هم يستحقوها يعني. فطبعا ممكن يكون في طبعا مش هقول غيره يعني حتة تنافس، طبعا تنافس طبيعي. هم كلهم كمان الحمد لله مجموعة متجانسة ومتألفة وأصحاب هم كلهم في بعض. بس يعني ماشية بمبدأ تكافؤ الفرص. يعني المرة دي احنا مثلا ظهرنا بمجموعة، ممكن المرة الجاية نظهر بمجموعة أخرى وهكذا. في كل مرة يبقى في فرصه لمجموعه اخرى من الشباب ان هم يظهروا في الغنى السولو.
هلا احنا بعد ما شاهدنا الفرقه يبدو انه العدد ما شاء الله كبير. هلا بدنا نتعرف كم عدد اعضاء الفرقه من الذكور ومن الاناث الشباب، وممكن تتوسع تستوعب انه يكون في عدد اكبر من هيك؟ هو العدد الحالي للفريق 40. 40 وطبعا يعني بلشتوا من البدايه في 40؟ لا، البدايه كانت اقل وبعد كده مع الوقت بقينا نستوعب اصوات تانية، وان شاء الله في الفتره المقبله هيبقى في اصوات اكتر، لان في الحمد لله شباب كتير اصوات جميله جدا عايزين يقدموا في يعني يلتحقوا بالفرقه وكده، فده ان شاء الله هيحصل مع الوقت. عمليه الضبط سهله لهم لهذا الرقم؟ كيف كمايسترو تضبطهم يعني؟ ما على فكره الفريق الاكابيلا ممكن يبقى 60 و80 واكتر، وخصوصا ان هو خلاص في سيستم للشغل نفسه محطوط، فخلاص انا مثلا سمعت اصوات كتير حلوه ببقى تصنيف الصوت ده ايه، كذا تينور باريتون سوبرانو التو مثلا، فبيتوظف بيتسكن في مكانه وبنبتدي نشتغل. بالعكس ده بيدي ثراء اكتر للشكل الاول. مايسترو انا سعيده اولا ان انتوا زي ما انت قلت في البدايه ان انتوا بتقدموا اغاني جديده واغاني حديثه، لانه الفرقه اللي من الشباب دي كمان بيحبوها الشباب يعني بيغنوا معاها. فتجربتك مع اغنيه حمائي ما بلاش، والاغنيه دي جميله اصلا جدا، وحمائي عامل فيها تكنيك كمان حلو في الموسيقى قوي. ازاي انت قدمتها وازاي قدرت مع اكابيلا وبستايل اكابيلا انها تمشي وتنجح بالطريقه دي؟ والله هي الاغنيه حاله خاصه ومختلفه تماما، وليها عندنا دايما في يعني حاله انسانيه بتلمسنا كده من جوه، فهي جت من هنا يعني ولما سمعتها فحسيت ان ده يطلع منها شكل اكابيلا جميل جدا، ويكون قريب جدا من الاغنيه الاصليه، بس فجت من هنا واشتغلناها وطلعت الحمد لله بهذا الشكل. شافكي الظاهر احد وصل لها وسمعت الاغنيه من ورانا يعني. انا ما سامعين الاغنيه، فاحنا كنا طمع بين وجود الفرقه. مش احد بلعب هنا في مصر لا طبعا. فيا ريت يعني ولو ان تعبك اليوم، بس احنا طماعين بسماع الجمال، خاصه هذه الاغنيه اللي كنا نحبها كبلدان عربيه، ونسمعها بصوتك ويا هاي الفرقه الجميله الشابه. يا ريت. حاضر باذن الله. يلا تفضل دكتور. ما بلاش تغيب عنا تاني، ما بلاش يا سايب أراضينا، ما بلاش تغيب عنا تاني، ما بلاش. قول لي مين هيملى في يوم مكانك، قول لي مين يعوضني حنانك، قول لي مين في حزني قول لي مالك، قول لي مين. ما بلاش تغيب عنا تاني، ما بلاش يا سايب أراضينا، ما بلاش تغيب عنا تاني، ما بلاش. قول لي مين هيملى في يوم مكانك، قول لي مين يعوضني حنانك، قول لي مين في حضني قول لي مالك، قول لي مين. الحقيقة إن الحياة ضحكت علينا، لا الفراق ولا اللقاء كانوا بإيدينا، لما يومها حضنتني وبعدين مشينا، ليه ما قلتش إن ده الحضن الأخير،
كنت سيبني لحد اخر لحظه جنبك، سيبني اقولك قد ايه وازاي بحبك، مهما طال بينا البعاد مش هنسى حبك، واشوفك يوم على خير ما بلاش تغيب عنا تاني، ما بلاش يا سايب ارضينا، ما بلاش تغيب عنا تاني، ما بلاش. كل مين هيملى في يوم مكانك، كل مين يعوضني حنانك، كل مين في حزني اللي مالك، كل مين. دكتور طبعا استمتعنا، يسلم صوتك، وهذا الإحساس العالي اللي عيشتنا بأجواء لامست شغاف القلب مثل ما نقول إحنا بالعراق. شكرا. حقيقة اللي سمعناه هي أكثر الأغاني المصرية. نعرف يعني إحنا الطرب وهذا الفن الكبير، مصر الولادة بالكثير من الأسماء على كل أصعدة، صعيد اللحن والنص الغنائي والأصوات التي قدمت الأغنية. إحنا طماعين كعرب نسمع أغنية ممكن تكون للعراق، لفلسطين، للأردن. أكو تجارب عربية بأداء أغاني غير الأغاني المصرية؟ والله هي في خطتنا، يعني هي في خطتنا ان احنا نقدم اغاني برضو للدول العربيه برضو وللدول الاجنبيه كمان. يعني هي في خطتنا ان احنا نعمل كده، بس بقدر الامكان انا عايز احافظ على هويه الكيان، بس طبعا ده ما يمنعش ان انا عايز اقدم ده، وان شاء الله ده هيحصل. ممكن اذا صارت حفله بالعراق او بلداننا راح يطلبوا من عندهم اغاني لهذه البلد. تشرف يا ريت. ان شاء الله تشرف طبعا على راسي. بالضبط. هو مايسترو يعني تركيب الحفلة كيف بيكون ملائم للمكان اللي بتكونوا موجودين فيه، ملائم لنوعية الجمهور اللي رح يتلقى هاي الأغاني؟ ممكن تغنوا لأطفال، مجموعة أطفال يكونوا حاضرين، أو لفئة عمرية مختلفة؟ كيف يتم تركيب الأغاني مع مكان الحفلة بشكل عام؟ هو طبعا إحنا يعني إحنا ميلادنا كان قريب يعني من كام شهر، وعملنا الحمد لله كذا حفلة، وكان الموضوع فيه شوية يعني شيء مرعب بالنسبة لي ان انا اقدم حفلات بهذا الشكل، لان انا متعود ان انا اقدم حفلات عادي باوركسترا ومزيكا وكورال وسوليستات، يعني ده شيء طبيعي. هو ما كانش طبيعي ان انا اقدم حفلة كانت اول حفلة بالنسبة لي كانت مرعبة جدا، لان هي قائمة على كده، يعني قائمة على الاكابيلا، على ان الفرقة الحفلة كلها من غير اي آلة موسيقية، هتقوم بس بالشباب بس. فالحمد لله ده لما حصل ونجح ده اداني دفعه وشغف اكبر اننا يعني نستمر في الموضوع ونطوره باذن الله. السوشيال ميديا يعني ضروريه وجدا هلا في انتشار اي عمل، يعني سواء كان فني او غير فني طبعا، لكن اكابيلا فعلا يبدو انه السوشيال ميديا اثرت فيها يعني ونجحت من خلالها كمان وصلت للناس. الحمد لله. ضروري السوشيال ميديا في يعني كاداه رئيسيه واساسيه بتستخدموها حتى الناس تعرف اكثر عن اكابيلا، ولا كيف؟ هي السوشيال ميديا بصفه عامه بقت طبعا وسيله انتشار كبيره جدا جدا يعني ومرعبه، واحنا حاولنا يعني احنا بنجتهد يعني الى الان احنا بنجتهد ان احنا نوصل فكره للناس باكبر شكل ممكن من خلال السوشيال ميديا، فده اللي احنا بنجتهد فيه وبنحاول فيه ان شاء الله، ولسه يعني ان شاء الله هنطوره اكتر باذن الله. طيب اكيد احنا واحنا بنتكلم على السوشيال ميديا انت بتقدر تطلع لايف على السوشيال ميديا، تقدر تاخد تعليقات الناس، كانت بتعلق ايه؟ لانه السوشيال ميديا قطاع عريض وبيروح لناس كتيره، ايه اكتر التعليقات؟ كانوا بيطلبوا اغاني مثلا، بيعلقوا على نوع اغاني معين، بيعلقوا على اصوات معينه، تعليقات كانت عامله؟ هو طبعا تعليقات الناس الحمد لله رب العالمين بنسبه كبيره جدا جدا ايجابيه، والحكايه بحسها بتلمسهم يعني ايه اكتر الاغاني اللي نجحت قوي مع السوشيال ميديا؟ ممكن ميدلي اعلانات رمضان. ميدلي اعلانات رمضان يعتبر اكتر حاجه، هي اكتر حاجه تعبنا فيها الحقيقه. اعلانات رمضان يعني اغاني اعلانات رمضان في العشر سنين اللي فاتت ارتبطنا احنا باغاني كتير صح حلوه جدا، فجت لي الفكره من هنا ان نعمل منها ميدلي بشكل الاكابيلا، ودي كانت حاجه قد ايه يعني مرهقه،
بس الحمد لله، بس على قد التعب على قد ما الحمد لله لا تجاوب صدى يعني. كان كبير الحمد لله رب العالمين. دكتور، من خلال هذا الصدى حقيقة احنا هنا مستمتعين. يمكن دكتور لنا سألتك ايش قد عدد الفرقة هسه لو بينا احنا أنا وسلام ولنا وشاف كنا نضم لهذه الفرقة ونجرب حظنا وياهم. يمكن اليوم احنا نسأل بعد هذا المنجز حقيقة والتدريبات اللي جدا صعبة شفتها والإيقاع والانضباط وكل هذه الأمور، شنو طموحك بالمستقبل؟ وين تريد توصل بهذه الفرقة؟ شنو الأشياء اللي ممكن تضيفها وتطور من إيقاعها وأدائها؟ هو طبعا فرق الأكابيلا اللي بهذا الشكل هي موجودة أكتر في أوروبا. أنا حلمي إن فرقة الأكابيلا أو أكابيلا مصرية بالتحديد تبقى من فرق الأكابيلا المعروفة في العالم اللي تقدر تقدم ويبقى ليها عدد أكبر ويبقى ليها صدى أكبر في مصر وبره مصر بإذن الله. بإذن الله. طبعا دكتور يمكن احنا جدا سعداء استمتعنا بهذه الأجواء المميزة من فرقة أكابيلا مصرية. دورنا نتمنى لكم التوفيق حقيقة على جهدكم اللي جاي تقدموه، وأيضا هذا لون غنائي مميز يضيف لمصر بأن تجربة ريادية بتكون على مستوى الوطن العربي. نعرف احنا الفرق الأوروبية وكانت البدايات الأولى لها فرق الأكابيلا عالميا، فإن شاء الله التوفيق ونشاهدهم بالمستقبل مثل ما أنت تطمح ومثل ما أنت تريد بأن تكون فرقة عالمية إن شاء الله يا فندم. إن شاء الله ونتمنى نسمع قدود حلبية موشحات، يعني هاي أكيد طبعا حتلائم نغمة الأكابيلا بشكل طبعا. عام أكيد إن شاء الله يحسن. يمكن إحنا إذا كان إلنا أمنيات كمان لأكابيلا لأنه نشوف عددها كتير أكبر من هيك، تكبر وتزداد وتزدهر وتغني أغاني من مختلف لهجات العربية إن شاء الله. كده عايزين استاد يغنوا فيه. استاد. الأعداد يعني كويس إن حضرتك حافظهم أصلاً يعني. شكراً لحضورك المايسترو مازن، أهلا وسهلا فيك وتحياتنا لجميع أعضاء فرقة أكابيلا. شكراً. إحنا هيك مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا من بيت للكل من ماسبيرو القاهرة، وكانت حلقتنا لليوم حلقة غنائية مميزة من فرقة أكابيلا المصرية. أنا هاخد من كلام لنا وعايزة أنا أعزمكم بما أنكم كنتم منوريني هنا في مصر. نور نور. ففي أغنية المايسترو أنا عارفة أنه أكابيلا بيغنوها بهية. بهية هي مصر، هي عيون مصر. فخلينا معكم نختم بأغنية بهية ونختم اللقاء مع فرقة أكابيلا. نسمع مع بعض. ملهم بيك الليمين ده عيونك يا صبيه.
بيقولوا هي ما هي كل مجاريح الهوى ظالمين بهية بهية ظلموا البنية يا عين وكل الحكاية كل الحكاية حد عدى ولا مرة هدى وشاف عينيها إلا وقال قالوا عن بهية ظلموا البنية قالوا عن بهية واللي في عينيها ملقاش مودة ظلم الصبية وراح وقال قالوا عن بهية ظلموا البنية قالوا عن بهية واللي في عينيها ملقاش مودة ظلم الصبية وراح وقال ظلموا البناية قالوا عن بهية ملهاش عزيز ولا حبيب عيونها تقتل ملهاش دواء ولا طبيب قالوا عن بهية ملهاش عزيز ولا حبيب عيونها تقتل ملهاش دواء ولا طبيب قالوا على البناية ويا ما قالوا اللي في هواها يا عيني مال قالوا يا مال اللي فواها يا عيني مال ظلموا البنايا يا عيني